سلام غزالتي، كي دايرين؟ بخير لاباس عليكم، نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير وبصحه جيده بحول الله. اليوم ان شاء الله نقدم لكم واحد الكيك امريكي. يلاه معايا غزالتي. كما قلت لكم في المقادير، المقادير سهله وبسيطه. عندنا ثلاثه البيضات، كاس ديال سنيده، كاس ديال الزيت، ثلاثه الخمارات، عندنا زوج كيسان ديال العنبه ديال الجزر يعني مبشور، عندنا القرفه. القرفه بالنسبه كيعني منكهه، اللي ما كيبغيش القرفه يدير الفاني. قرفه كيفما قلت لكم. طحين حسب الخليط. الكيك يعني مميزه ورائعه وبسيطه جدا. تبعوا معايا المراحل ان شاء الله غادي يكون خير. الان غادي نطربوا يعني البيض مع السنيده حتى تعود بحال الكريمه بيضاء. ممكن ديروها في الخلاط الكهربائي اللي ما عندوش الباتر. كما كتشوفوا غزالاتي، ها الكريمه صبحت بيضاء. نضيفوا الزيت كله، البنات نسيت ما قلتش لكم نص كاس ديال الحليب حتى هو. او ممكن ديروا دانون، دانون طبيعي تضيفوه للكيك. يعني الا ما كانش دانون ديروا الحليب. درت تقريبا نص كاس ديال دانون. غزالتي الان غادي نوضعوا الطحين والخمارات في نفس الوقت. غنغربلو الطحين مع الخمارات. كيف ما قلت لكم ثلاثه الخمارات. الان غزالتي ندير القرفه يعني غير كمنكهه. هاد الكيك كتجي معها القرفه، كتجي زوينه حيت فيها الجزر كيتواتى مع القرفه. اللي ما كيبغيش القرفه بيان سور يدير الفاني. Thank you.
الان غنضيفوا الجزر ديالنا كيف ما كتشوفوا هنا، راه جوج كيسان ديال الجزر، العبار بكاس العنبه كيف ما كتعرفوا دائما. كيف ما كتشوفوا غزالاتي انا وجدت المول ديالي، يعني المول لكم الاختيار، كل وحده والذوق ديالها في المول. انا درت المول يعني دائري، دهنته بالزيت ورشيت فيه الطحين، يعني حيت منه داك الطحين الزائد كما كتشوفوا هانتوما. الان غادي نصب الكيك ديالي في هذا المول. دائما نهزوا الكيك ديالنا الفوق، العجين ديال الكيك، باش تجي الكيك مهويه وتجي زوينه ان شاء الله. راه غادي تصدق معكم الا تبعتوا المراحل، راه كتجي هائله. هذه هي الكيك الامريكيه، يعني اي دار امريكيه تلقاهم كيوجدوا هذا الكيك، يعني مشهور في دوله امريكا. الان غزالتي الكيك ديالي ها هو، غادي ندخلو الفران يعني يكون هادئ 160 درجه ان شاء الله. منين طيب غادي نتلاقى معكم. غزالتي كيف ما كتشوفوا عندي نصف لتر ديال الحليب، ندير فيه ثلاثه المعالق كبار ديال السنيده وثلاثه المعالق كبار ديال بودره الكاستر او كريم باتيسير، ثلاثه المعالق، مع شويه الفاني السائله، شويه الفاني السائله. نحركوا المقادير بيان سيغ، نحطوها فوق النار، نحطوها فوق النار هادئه حتى تكون لينا كريمه. غزالتي الان حطيتها فوق النار الكريمه، الكيك تطيب قريبة توجد ان شاء الله. منين توجد انا غادي نوريها لكم. دائما الكريمه نحركوها، ما نتوقفوش على التحريك باش ما تشدش لينا في القاع ديال الكاسرول. الان غزالاتي كيف ما شفتوا الكريمه، شفتوا الطريقه كيفاش درتها، منين توجد ان شاء الله غادي نوريها لكم. والكيك حبيباتي ها هو طاب، الكيك غزالاتي ها هو طاب كيف ما كتشوفوا. الكريمه راه كيف ما قلت لكم راه كتوجد، كيف ما شفتوا الكريمه كتوجد فوق النار، الكيك ديالنا طاب بيان سيغ حبيباتي. منين غنبدا نزين في التورته ديالي اولا الكيك ديالي، ها انتوما معايا غزالاتي كيف ما كتشوفوا ها الكريمه بدات كتوجد لينا، شفتوا. الان غادي نحط فيها واحد قطعه ديال الزبده، يعني من نوع جيد، زبده نباتيه باش ما تكونش لينا الكريمه واحد القشره كتكون الفوق. نديروا فيها جوج المعالق الزبده، كتجي فيها زوينه وما كتخليش واحد يعني واحد القشره كتكون بالنسبه للكريمه، كتجي هائله. كيف ما شفتوا الكريمه ها هي وجدات. يلا نمشيو الى تزيين الكيك ديالنا. غزالاتي كيف ما كتشوفوا الكيك ديالي ها هو طاب، انا قطعته على جوج قطع بيان سور، انا كنقطعو بالخيط، تراسيته بالموس وكملته بالخيط كيف ما كتشوفوا، قطعتين ها هما كيف ما شفتوا. غنسقيهم بالماء والسكر والقرفه، سيرو عادي الا هو نسمتو بالقرفه. هنا عندي بودره شونتيي زدت عليها، يعني هذا كريم شونتيي اللي كتعرفوا كيف ما العاده، ثلاثه المعالق كبار ديال السكر، كاس كبير ديال الماء عمرته بالحليب، اي شونتيي وسكر ثلاثه المعالق وكاس الحليب. منين طلعت لي لا شونتيي زدت عليها الكريم باتيسير، الكريمه الاولى زدت على الكريمه الثانيه، اذا عطاتني هيا الكريمه.
كتجي هائله ملي كنخلطوا الباتيسير والكريم شونتيي. والنقطه الاساسيه غنخليو الكريم باتيسير حتى يبرد، دونك غادي نقدو نوجدوها على تيسه يعني بكري. الان ها انا كنطلع في الكريمه مزيان كنخلط فيها ونحاول ما نهرسهاش، ما نهرسش لا كريم شونتيي. راه كتجي كريمه يعني كثيفه، كتجي زوينه بزاف كيف ما شفتوا. الان غادي نبدا في التزيين ديال الكيك ديالي، راه كيجي واحد الكيك ما شاء الله، كيك زوين بزاف. خديت الطبقه الاولى، دائما كنقلبوا الكيكه اي كنخدموا الطبقه الاولى الفوقانيه كيف ما شفتوا. بديت في التزيين ديالها بالكريمه كيف ما كتشوفوا، درت ليها يعني غندير ليها يعني تزيين بسيط جدا، بسطت عليها الكريم شونتيي. الان خديت الطبقه الثانيه اللي هي الطبقه السفليه وسقيتها وحطيتها فوق الطبقه الاولى. بيان سور غادي نحاولوا نقادوها مزيان، نسقيوها نحطوها فوق الطبقه الثانيه، ابخي نحطوا فوق منها الكريمه كيف ما كتشوفوا. يعني الانسان الواحد غير يتبع الطريقه والمقادير بواحد الدقه غادي يحصل على واحد الكيكه زوينه. الان كيف ما كتشوفوا انا حطيت فوق منها الكريم، يعني كندير يعني كنزوقها زويقات يعني زويونين كيف ما شفتوا. الان حبيباتي انا كنضيف ليها الشوكولا نوار، نتوما لكم كامل الاختيار ديالكم، لكم واسع النظر كله والذوق ديالو في الزواق ديال الكيك ديالو. بيان سور انا كندير ليها يعني زواق عادي، درت ليها الكريم شونتيي، درتو يعني بسطو، درتو ريضات، حكيت شويه شوكولا نوار الوسط من الكيك. هذا القرقع عندي، القرقع قبضته هرمشته، والان كنضيف ليها القرقع في الجوانب ديالها، في الجوانب ديالها كيمشي معها القرقع على الكيكه زوين زوين بزاف. كتجي هائله كيف ما كتشوفوا، رائعه رائعه زوينه بزاف. البنات غير جربوها راه كتجي فنه غزاله. هالكيك ديالنا حبيباتي نتمنى يعجبكم وينال الرضا ديالكم كيف ما العاده. تحياتي لكم جميعا، الى اللقاء الى فيديو اخر بحول الله. باي باي.